سادت حالة من الارتياح لدى جماهير وعشاق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في كافة أنحاء العالم، وذلك خلال الساعات الماضية بعدما أعلنت لجنة الكرة بالنادي الأهلي عن التعاقد مع الفرنسي باتريك كارتيرون ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة النادي على القرار. يصل كارتيرون غدا الأربعاء لبدء مرحلة التحديات الجديدة مع الأهلي وترتيب كافة الأمور الخاصة بفترة الإعداد مع جهازه المعاون. يذكر أن المدرب الفرنسي لن يصطحب أيا من معاونين معه، وسيكون جهازه المعاون مصري. جاء قرار التعاقد مع كارتيرون بعد الجلسات المكثفة للجنة الكرة على مدار الفترة الماضية لدراسة السيرة الذاتية للعديد من المديرين الفنيين الأجانب والتفاوض مع بعضهم. وعقب سلسلة من المشاورات رأت اللجنة أن الفرنسي كارتيرون هو الأنسب للأهلي خلال المرحلة الحالية لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها أنه مدرب صغير السن ويبلغ 48 عاما، كما أنه طموح وعلى دراية كاملة بالكرة الإفريقية ومعوقاتها، خاصة أنه تولى من قبل مسؤولية فريق تي بي مازيمبي الكونغولي وفاز معه بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي. كما أن كارتيرون على معرفة كاملة بالدوري المصري بعد فترة عمله في وادي دجلة، ولديه دراية بمعظم لاعب الأهلي وقدراتهم الفنية، لا يحتاج إلى وقت طويل للتعرف على إمكاناتهم، فضلا عن أنه مدرب له بصمة فنية وأسلوب لعب مميز، ووضح ذلك من خلال أداء الفرق التي تولى مسؤوليتها، خاصة وأنه سبق وقاد منتخب مالي إلى الدور قبل النهائي في بطولة أمم إفريقيا عام 2013 وقدم عروضا متميزة. كما أن كارتيرون من مدرسة الكرة الحديثة في أوروبا يستطيع أن يطور طريقة اللعب من وقت لآخر، وهو واضح في مسيرته التدريبية. أيضا الأهم أن المدرب الفرنسي له شخصية متزنة، يعرف قيمة الأهلي، يقدر طموحات جماهيره، يعلم تماما أنه لا يلعب إلا للبطولة والحصول على المركز الأول. أبدى كارتيرون استعدادا واضحا لتحمل المسؤولية كاملة خلال الفترة القادمة وتحقيق أحلام الأهلوية.